قال الكاتب زيد اللحجي إن تغريدة مستشار ولي عهد الإمارات عبد الله عبد الخالق الأخيرة أثارت غضبا واسعا في أوساط الشعب اليمني، ورأوا في قوله إن أهل سقطرى يتمنون أن تكون جزيرتهم الإمارة الثامنة للإمارات تهديدا صارخا من قبل دولة الإمارات يجب مواجهته بكل حزم على المستوى الشعبي والرسمي. وأضاف الكاتب في مقال نشره موقع اليمن نت أنه على الرغم من الغضب الشعبي حيال تلك التغريدة، إلا أن الغريب هو الصمت الحكومي تجاه هكذا تغريدات مستمرة ومستفزة للشعب اليمني بشكل عام والسقطري بشكل خاص. وأوضح أن التغريدة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، في الإماراتيون إنما شاركوا في التحالف العربي لتحقيق أجندات منها احتلال سقطرى وتحويلها إلى إمارة ثامنة لدولتهم والسيطرة على باب المندب وتجميد العمل في المواني اليمنية.